عامل كده ليه؟ ده دم الوليه؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده. وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الوليه؟ ما ترد عليا! لما سألت عليها البواب قال لي انها مراته. مرات مين؟ عملت ايه في شغلانتي امبارح؟ خلصت؟ خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليا ومبقاش ليا حد. علي انت رافع كيميا؟ لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح يا علي، غير هدومك وارتاح. عايز الأراج تفتون مراتي، الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف في وشي ما اشوفش غيرهم. عينيا لو دمعت هخزاهم، بس انا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره، اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ده ايه؟ وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزاد. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده حسيت اني استريحت، حسيت اني خدت بداري. عايز اقتل الناس كلها. انا بس اخليكي كل ما هتبصي في المرايه
قعدت البيز راس علي هو اللي قتل راس علي علي سويت انا تسويت انا تسويت وخلاص علي علي قتل راس قتل قتل وخلاص وانا تسويت انا تسويت بعدين بقى دي رابع نسخة من العقد وبرضه وزارة الإسكان عاوزة تعديلات. طب وبعدين يا أستاذ عبد الحميد اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافلة تليفونها ومختار ما بيردش عليا، أنا مش عارف أعمل إيه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطلة. طيب يا أستاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف مش عارف. الله يرحمك يا مراد. ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع. ارجع ارجع سنة كمان ارجع ماشي ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي مش عايز حد عينيكوا صاحيه ها ايه الاخبار سعاده الباشا كله تمام يا باشا عملت زي ما صحتك امرت اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير الثلاثه اللي موجودين هنا في الجنينه في واحد هنا برضو في الطرف الرابع غير الثلاثه اللي ورا في ظهر الفيلا كويس جدا هم دول كل الناس اللي معاك اه يا باشا هم دول اللي انا جبتهم طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي تحت أمرك يا باشا ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا أكتر ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني فكرة الكاميرات مش وحشة متشكر
شو كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك باشا. نعم. هو في خطر على حياة مدام داليا؟ لا، احنا بس شفنا حد في الجنينة افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي، فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا، تحت امرك يا باشا. ماشي، ارجع يا ابني امن السور يا ابني، ارجع عينك مفتحة. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها، نمتي كويس؟ لا، ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش، انا تعبتك معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجة، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركة وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا ما تتحركيش، لو حصل اي حاجة تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل؟ ايه الصوت ده؟ مش هقعد. راح فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست. مش هينفع. خش جوه. احمد، ايوه بس تعال نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبة، لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمة ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوة بتاع بولا. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست، مش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبة، اختها في المستشفى بين الحياة والموت، ولازم تشوفها. ونبى مدام، قولي قولي العسلية ان انا عايز اقابل. ايه؟ عسلية؟ عسلية؟ عسلية عايز اقول لك حاجة عسلية، سيبوني اكلم عسلية اقول لها حاجة. طيب في ايه يا عطوة؟ علي، علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروحي في حتة دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعالي تعالي. حاضر يا باشا. قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها تشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده، والام لما قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده، وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل. حاضر يا باشا. خالص يا فندم دلوقتي، عندها صدمة عصبية، عموما ناديتها منوم قوي، لازم بس نستنى شوية على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش أي حاجة جديدة؟ لا خالص، كل اللي على لسانها إن اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك أنت. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقول إيه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا، مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه خالص. أنا جايلك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة إنكوا عملتوا لي جميلة مش هنساهالك عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي، اسمه راشد. أنا مش فاهمة تتكلمي على إيه. مش مهم، مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لك في حسابك في البنك، نسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدق ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكم عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي، لما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك، انت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه.
طب بص ما اقولك، انا جاي عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول، عارفه علمتني ايه؟ اساليني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. ايوه تمام، انا لسه خارجه من عندها حالا، كل حاجه باظت. عرفت ان احنا اجرنا حد عشان يقتلها، طلعت تعرف؟ ما اعرفش، بقول لك ما اعرفش. وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاثنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها. اوكي يلا باي. ايهاب، انت مش متخيل انا ازعجت قد ايه من اللي حصل لفتوه. الحقيقة أنا معرفتش التفاصيل، أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت، أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. ياه، هل الدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب، كانت عجباني قوي. وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ، بس باسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما، حوامي رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ اهدي يا ماما، اهدي بس. قوامي يا ماما، قولي لي عايزة اهدي، اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. داريسي غاية، خدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى، اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعني كويس؟ زي الفل. سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ انا جوزي ما اسموش عادل، انا جوزي اسمه روي. اجدع فتوه فيكي يا بني، حالي روي. امال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك ايه؟ قلت ما اسموش عادل، يبقى جوز اختي عسليه. بس هي بقى سابته هرب. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد، راشد الباشا بقى ضرب له بطاقة. اصل هو قتل الونش لما علي جوزي دخل السجن، بس انا هصالحه. اصل علي ده، علي ده حبيبي، انا هو بنحب بعض طول العمر أو النعمة. لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه أبدا. اهدي اهدي، أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟ أنت تعرفيها؟ أعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامة.
حاجة غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إنه ربنا انتقمني منها. أكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفها بالمنظر ده. بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة. وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض. بس دلوقتي خلاص. معلش. الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة. ناس كتير زي أختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية ويتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا. قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زي بالظبط. متهيالي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس. وكأنه في خط اترسم لنا على الارض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الارض ولازم نمشي عليه. بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار. عشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ لو ما كنتش جيتي النهارده كنت هاجي لك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، أنا الفترة دي تعبانة ومش مركزة في الشغل، عندي شوية مشاكل. لو في أي قرارات في الشركة مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح على الشركة لغاية ما أخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا أستاذ عبد الحميد. عن إذني كده. أنا عايز اجتماع اللجنة الهندسية يكون النهاردة لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناقصة بتاعت البنك الجديد. حاضر يا أستاذ مختار. انا هروح لاشرف في الحسابات اللي بتجهز الورقه. هبعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهارده اجتماع اللجنه الهندسيه، عايز خطه التسويق تكون كامله. بقول لك وحشتني، ممكن اعرف ما بتسالش عليا ليه؟ معلش اصلي مشغول شويه اليومين دول. الو. الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. جد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابل حرامي؟ يا عم. ايه الصوت اللي جنبك ده؟ حل عني. انا هخرج يعني. داليا انت معاني؟ والنعمة راحت. هو انا اما رجعت سيبني؟ يا نهار اسود يا عسلية، الحقيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت سيبها لو سمحت. مالك؟ يا حبيبتي النبي، انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بولان. طب معلش يا مختار، انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة قلبي، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انتي اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولان.
بدل الزفت اللي انا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى، وبعدين هاخدك على بولاق. انا عايزه اروح اشوف علي، عايزه اروح بولاق اشوف جوزي. عارفه لو صوتت تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه انا مبالي، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا نطلع اوضتنا. يلا تعالي. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمة، ما بحبوش. ولا الزفت راجل بحبه، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسليه والله. انا عايزه اجيب وش تاني يا اختي والنعمه. انا معايا فلوس اساسا، انا مسافه السكه، انا مش هتاخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش. ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعملي فيا كده؟ ماشي يا عسلية، حاضر. انا اسفه يا فطور اني عرفت علي على مكان. صباح الخير. صباح النور. في حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية. اتفضلي. مختار، أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك إن أنت إنسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيلة أبداً إن اللي بينا ينتهي بالسرعة دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ آه ممكن. مختار، أنا كل يوم بحاول أقنع نفسي إن إحنا صحاب، لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده. ليه يا مختار؟ عشان أنا مش عايز أزعلك. ليه؟ هو أنت ما كنتش مبسوط وأنت معايا؟ كل حاجة، أنا حتى مش عارفة كان إيه كل حاجة بينا. أنا كل اللي أنا عارفاه إن أنا كنت مبسوطة. للأسف كنت مبسوطة وأنا معاك. أنا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، أنا عمري ما اتأخرت بره بيتي وشربت وثقت فيه. مروة، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا انا مش كول قوي كده زيكم يا مروة. احنا اتنين اعجبنا ببعض زي ناس كتير، قربوا من بعض، انبسطوا شويه وخلاص كل حاجه بيروح لحاله، والله اعلم جايز بيتقابلوا تاني بعدين. ايه بدري يعني بتحس؟ انا ما صدقتش لما قالوا لي ان
غمضي عينيك. فتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مرة؟ لغاية دلوقتي؟ 11. حلو، عجباني، أحلى مني. مش حقيقي، الأصل أحلى. وبعدين معاك؟ إحنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ إني هقعد أحب فيكي كده عمال على بطال لغاية لما تغيري رأيك. مختار، إحنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. أنا بتكلم بجد. أنا عارفة أنت بتفكر في إيه وحاسة بيك، بس عشان خاطري يا مختار متخلينيش أحس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطة، ما تحسيش بذنب. ما أنت بتعمل كده على فكرة داليا. أي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قد إيه هي مهمة وقد إيه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست كفتون عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا وليه بره. شاهين ملوش ده. غوري لغزك بالسكينه. انت بتعمليه ده كده الواد هيفطس في ايدك. ارحميني. غوري يا وليه. حرقي سويت. ما تخافش، استرجل الياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه، عايزه تحبسني في البيت ده، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. هقتلها، فهم؟ الو، انا فردوس مالك. ايه؟ ابني. مين؟ ابني. داليا، داليا. وإذا كان على خروجك من هنا ده طلب بسيط.
هخرجك من هنا. ازاي؟ انا اللي بدفع لكل الحراسة اللي هنا. هقول لهم سيبوها تخرج بس كده. سهلة جدا. يلا. يلا عشان تلبسي احلى فستان عندك هخرجك خروجة تنسي الدنيا بعدها. يلا سيب السكينة دي. مش هرحمك على اللي عملتيه. سامعة؟ مش هرحمك يا فتون. يلا يلا عشان تغيري عشان تخرجي. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيك. مشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاه. خلاص بقى الواد مرعوب كفايه. كنت عايزه تقتله يا مختار. كنت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد كل شيء. هيا سعد. لا مفيش حاجه الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركه النهارده. هكلمك انا، هجيلك انا. يلا سلام. اتقلق، انا عايزه اقعد مع ابني، مش هنزل الشركه النهارده. ماشي، لو مش عايزه تروحي بكره كمان ما تروحيش بكره. يا ريت استلم كل حاجه مختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر، بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجه بقى اعصاب. لا محتاج. بقول لك انت عايزه تقتل ابني، دي مجنونه. ماشي. معلش يا مختار انا اسف، عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر، لو احتاجتي حاجه كلميني. متشكر قوي يا مختار. شركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقى لها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا، فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر، بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجوده. احنا هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسيه الاول، وبعد كده نبقى نقولها. بكره يا فندم لجنه الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمدي. ما انا عارف، هم يخلصوا بس التقرير والاجراءات تمشي عادي. سلام. ايوه، انت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون في يوم واحد علشان التوقعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي.
عمر، انا عايز نقابل صاحبه البيت. اقول لها مين؟ قول لها محروس. محروس؟ محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. اتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. صباح الخير يا فردوس. في واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ مدام داليا، في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك، بيقول اسمه محروس. ما قالكيش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي لان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استنى، ما ينفعش يمشي. طب اقول لان ايه؟ يا مدام داليا، طب اقول لهم ايه طيب؟ يا مدام طب قولي لي طيب، في ايه؟ خير؟ هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر ثواني. وفلوس. طبعا. اهرب. اهرب تاني. طب في ايه طيب؟ طمنيني طيب في ايه؟ اهرب ليه؟ انا داليا اهرب ليه؟ انا بامان هنا، انا تمام. خدي بالك على جوه. حاضر. عليك كويس قوي. حاضر حاضر. ايوه مختار. ايه في ايه؟ ايه؟ الحقني انا في مصيبه. ايه تفهميني بس، ايه اللي حصل؟ محروس بره. يبي واقف قدام الباب لغايه لما اجي. بسرعه مختار والنبي. مختار باشا افتح يا ابني الباب. خش انت اللي خرجت من جنب شاهين. حاضر. مين؟ مختار. هو ده محروس بتاع اسكندريه السواق؟ اه هو. وصل لحد عندي. تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي شغال طاير، مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك؟ اه. هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. اه احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت. قبله انت. قبله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقبله. قبله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقبله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. ما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. انا داليا نور. انا مش زينب. انا مش عسليه. عسليه عايزه مخدرات، دماغي تتفرتك. مش حاجه، مفيش حاجه، مش كفايه الاكل الصايص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك، هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا.
انا هجوعك، هخليك تجوع وتموت. انت يا عسليه، يا خدامه، يا واطيه، يا ولاد الكلب، افتحوا يا ولاد الكلب، عايزه اخرج، عايزه اخرج. استنى بره. انت مين وجاي هنا عايز ايه؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. أنا قعدت كتير أقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكذبي عليا يا زينب وتخليني أتجوزك وأنت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت، إيه الفجر ده؟ لازم اهرب. كوثر هددتني انه هي كانت هتفضحني. كوثر قتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك. انا ساعتها كنت تايهه، ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمش تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد، بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسألني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. محروس انا عايزه اعوضك على اللي خدته منك 5 اضعاف. انت في يوم من الايام كنت البني ادم الوحيد اللي عاملني معامله حلوه. انت اتجننت يا انت ولا ايه؟ اوعى اوعى انت سيبه يا مختار، سيبه. انا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس، يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضيه بتاعتي، سرقه وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيدة اعمال كبيرة في البلد، محدش هيصدقك.
تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور، انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. انا عارفه ان انا غلطت في حقك، وان مفيش حاجه اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. انا متاكده انك بني ادم طيب، وفي يوم من الايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول، بس ما تخلينيش اذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يلا دجال، عايز اخرب، عايز اخرب. ايه الصريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا دجال. قلت ايه؟ عايز اخرب. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يقعدنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق، مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليك ليل ونهار يا زينب، ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى أساس ده بيعرفوا أنا فين. لا مظنش، بلاش الأوهام. أوهام يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف إنك يعني. ده ليه هاني، في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. طارق شاهين جوزها وأبو ابنها. دي واحدة وخليك تاكل. طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دي واحده وخليك تقلق. انا ههرب، ههرب، هاخد ابني وههرب من البلد. مفيش الكلام ده. كلم الامن يمسكوه، وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. تعالى سيبينا. محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج، مش هيرضى. ممكن تسمعيني لو سمحتي؟ انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني، يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه. امسكي نفسك. محدش هياخدك مني. محدش هياخدك مني. مفيش ضمان. أنا قلت لك قبل كده إن ابني بره. إيه اتفاقنا؟ إحنا اتفقنا إن أنت مش هتقول لها إن أنا بلغك على مكانها. بقول لك إيه؟ أنا متأكد إن اللي أنت بتعمله ده ورا حاجة وسخة. شكلها ضحك عليك أنت كمان. إيه؟ بتحبها؟ لازم تبقى عارف إن البني آدمة دي شيطانة. طيب إيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفها. مفيش لزوم من الكلام ده.
احنا عملنا اتفاق، انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش، بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي، مش من مصلحتي ان امي ابني تخش السجن. فردوس تعالي شوفي البيه يشرب ايه. دكتور قمر، ها حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليله شويه. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار انا مختار. اتفقت على ايه؟ اطمني، وافق انه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا، عشان خاطري لا يا مختار. يا ابني لا، انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش، هو رفض. لا يا مختار، حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خليني اهرب. اهرب اهرب تاني. انتوا اللي بتعملوا فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا، فرصتك ما تهربيش تاني. اذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايزين ينتقم منك، بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه الاتفاق انك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في اي حته استخبى فيها، انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل، صدقيني. اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار يلا نلي. لا يلا نلي. مختار لا يلا. لا ابني لا، معلش هتشوفي تاني. روحي. يلا حبيبي. مختار الله ياخده. مختار طارق، نتكلم. ابني مختار. انت مش بني ادم، انت كان لازم تدبحي على اللي انت عملتيه. شاهين، انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها، بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماهو، تعالى تعالى يا ابني، حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني. مفيش داعي للتهديد، احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماما، حرام عليك يا طارق، الولد عايزني. حرام عليك. اوعي. حرام عليك يا مختار، سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك، ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني، حرام عليك. حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليك، حرام عليك. عايز أنا طارق شاهين باباك. Thank you.
يلا نروح لجده. يلا. ما هو مش هينفع كده يا مختار، المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره، وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. واحنا ايه في سوبر ماركت؟ دي شركه، شركه يا مختار، شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد، كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص، يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره، ابنها اتاخد منها، ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه، انا هتصرف، هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفه. برضه نزلت المايه بهدومك يا فتون؟ طب والله العظيم لو قلت لمدام داريا على اللي انت بتعمليه عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي، بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش داليا، اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجري يا بت، روحي جيبي لي الوزه العوامه الوزه، وهاتي شاهين يلعب معايا. وزه ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي، انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي. هاتي ايدك. على الله. عزك تكنيله خيبانه. انت اللي قويه، اطلعي. هتحكي لي عن ايه بقى؟ قولي. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ اصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون، عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح، ما يصحش ده. ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه. والنعمة الشريفة ده أنا لو قعدت حكيت لك، خدي خدي قول، لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وأنا أقول لك كل الحاجات. أنا كنت مع عبد الحميد في الشركة، روحت غيرت وجيت، في ورق كتير لازم يتملي. أنا عايزة ابني يا مختار. بصي بقى، أنا عارف إن أنتي قوية وشاطرة واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مرة بتعدي منها بأقل خسائر. بتهيألك أنا لا قوية ولا حاجة، أنا أضعف بني آدم أنت ممكن تشوفها. اللي أنت فيه ده هيعدي، أنا هساعدك، هنعدي سوا. عسلية. أول مرة تقول لي عسلية. خلاص، اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وإنتي، نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. فين يا مختار؟ قلت لك مش هينفع، أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حاسة إني خلاص خلصت، ما عنديش حاجة اديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش، بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز أبقى جنبك، عايز كل يوم أصحى ألاقي وشي قدامي بينور لي يومي، وأمشي أقول لكل الناس قد إيه أنا بحبك. Thank you.
صدقيني يا اختي والنعم. يا ستي والله مصدقاكي. الكعبه الشريفه ما عملت حاجه، انا زي الفل اهو ما عملتش اي حاجه. هي ميه كده ليه؟ زي ما انت شايفه كده نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى اجيبها. على اوضتك. عايزه اسالك سؤال بس والنعم. ادخلي على اوضتك يا فتون. انتوا هتتجوزوا امتى؟ يوه. طب انا عايزه اسالك سؤال. اسالي. تعالى بس. البت عسليه دي اتجوزت على رشا التلاته وجايبه عيل كمان. انا عارف. عارف يا نهار اسود. تعالي اطرشن وشوهي عشان شك فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده، مش هيحصل لك. طيب اسكتي. خلينا الحمام الفلوس. انا هخش الحمام لوحدي. خش يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 نخش. يلا. انا عايزك بقى تقومي تنقي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجاه. وانا اقول لك ما تغيريش، انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. نقوم نشوف اللي في الحمام دي. يلا يا حبيبتي اخرجي كده كفاية. انا بحب المية سيبيني. عارفة انك بتحب المية. كفاية عليك. يلا يا حبيبتي اخرجي. حاضر. باين عليك اتجننتي خالص. خلاصي. انا اختك الكبيره احترميني. حاضر. انت اختي الكبيره والعاقله احسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. انت عارفه يا اختي انا اللي وشي بغلو كده. ليه يا روحي؟ عشان انا عشت بوشي واحد. كنت بعمل كل اللي انا عايزاه، لكن انتي عشتي مية وش. انا احسن منك. ايوه عندك حق، انتي اكبر مني واعقل مني واحسن مني وانا بمية وش. ايوه تحبيني يا سلية. انت اختي. انت وحشتيني. انت كمان وحشتني يا بولاد. عسلية غني لي ساعات ساعات. وانا حبيت اغني ساعات ساعات ساعات. عشان ايه رايك من غير ما تهرجي؟ علشان انا اللي باني نفسي. والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه وتركزي في الكام ساعه اللي جايين دول، لان هم مهمين جدا. اعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبه لي. مهمين ليه؟ مش فاهم. مش معنى سيبيلي نفسك بس خالص كده،
وهتفهمي كل حاجة في وقتها. اتفضلي. حلو بيتك، غريب. ميرسي. أنا اللي عامل شغل. مش رسمة بس يعني. أمال إيه؟ كل حاجة. لا الأتليه. دي ناس عريانة. أعمل إيه بقى؟ كنت بحب أعمل كده. مش باين عليك يعني إنه يطلع منك كل ده. تشربي حاجة؟ حاجة صافت. على سؤالي. ممكن ايه؟ انا ابتديت احبك امتى؟ صح؟ بصي، انت ابتديت تصعبي عليا بعد ما مراد خبطت بالعربيه ومثلت علينا ان انت مش فاكره حاجه. قطعتي قلبي ساعتها صحيح. بعد كده ابتديت ارسمك. ساعتها مش قادر ابطل. تعرف ان انا كنت واخده بالي انك حاططني في دماغك من زمان؟ واذا كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقه؟ مش مسألتي يبسطني، كنت واخده بالي وخلاص. مختار، انت شايفني ست وحشه صح؟ أكيد لا، أنت آخر حاجة ممكن تتقال عليك إنك وحشة. أنا مش بهرج، أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد، تسألني سؤال زي ده ليه؟ معلومة إن أنا ماليش غالي، بغدر، بخون. يمكن أذيت ناس بس ما كانش قصدي أذيهم. كنت دايما بحاول أهرب من الظروف وبس. كنت بنجي نفسي يعني. أكيد ما كانش قصدي أعمل كل ده. مش كده أنا بقولك أنت واخد عني فكرة وحشة. خلينا في الأفكار الحلوة. أنت هتشرب بدري؟ هنشرب. أنا لأ، قلت لك عايزة أسوق درينك. طيب ماشي. تعملوا ده؟ ممكن مناديل؟ ماشي. استني هنا هنا، جيب ده. Thank you.
مختار انا اسفه. اسفه عشان مش هينفع نتجوز. انت تعرف كل حاجه عني. ده انا كل ورقي مكشوف قدامك. بس ده مش معناه ان انا مش عايزاك قريب مني. دي مش أنانية مني على فكرة، أنا مش عايزة أخسرك. يا مختار إحنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا. أنا نفسي نفضل صحاب. أنا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي. والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي، يعني بيسامحوا بعض. ويمكن اقول لك حاجات اكتر وانت صاحبي، بس وانت جوزي هتفضل دايما فاكر ان انا ممكن في يوم من الايام اسيبك واهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش انت اللي كنت بتقولي دايما ان انا هقف جنبك واساعدك؟ طب مش انت اللي كنت بتقولي معاكي فلوس اهربي عشان تحس بالامان؟ أنا فضلت هنا عشان الأمان ده كنت حاساه وأنا جنبك. صدقني يا مختار المشكلة مش فيك، المشكلة أصلا مفيش مشكلة. أنا كل اللي أنا عايزاه إن أنا أحس إن أنا اللي عايزة أقول لأ وأنا اللي عايزة أقول آه. خلينا زي ما إحنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجة. أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعا كان مختار وعدني انه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح انه مش كفاية. عشان كده انا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن اذنك سعد. اي فندم. عايزة اعرف كل كبيرة وصغيرة حصلت في الشركة وانا مش موجودة. اكيد. حاضر استاذ عبد الحميد. فندم. عايزة اطلع على كل عقود العملاء. حاضر فندم. أنا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟
تقدروا تقولوا يا جماعة إن أنا فكرت في الموضوع واكتشفت إن أنا مش بالرخص ده. أنا ممكن أعمل لكم اللي أنتوا عايزينه، بس ده هيكلفكم 50% من أسهم الشركة. 50%؟ مش شايف إنها نسبة كبيرة شوية؟ استنى يا هاني، وهترجع لنا الشركة ليه بقى يا أستاذ مختار؟ هي الهانم بعتك ولا إيه؟ أنت برضو تعرف عني كده يا سامح. إحنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكة والتنازل، بعدها نص الشركة هيبقى بتاعه. شركة إيه اللي نتنازل لك عنها؟ الشركة مش بتاعتنا أصلا. ما هو لو أنتوا عملتوا اللي أنا بقوله واتفقنا، نص شركة أبوكوا هترجع لكوا تاني. قلنا إيه؟ إحنا عملنا إنجاز مهم النهاردة، معلش أنا تعبتكوا معايا. بالعكس، أنا سعيد جدا بالإنجاز اللي عملناه النهاردة، والحقيقة وجود حضرتك في الشركة والحماسة اللي أنت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا إن شاء الله مش هتعدي سنة إلا والشركة دي هترجع على رجلها زي الأول إن شاء الله. طب يا فندم، بالنسبة لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب اتنين يحضروا من مجلس الإدارة، مستر مختار، التاني مين؟ لا، مختار مش هيبقى موجود معانا، هو أستاذ عبد الحميد مع أي مهندس من اللجنة الاستشارية. خلاص أوكي تمام يا فندم، ميرسي أوي يا جماعة، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا أستاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموماً أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى، ما عادش فيه لزوم للكلام ده خالص. لا ليه لازم يا مختار؟ أنت لازم تسمعني، أنا خلاص مش عايزة أمثل تاني ولا عايزة أضحك على حد. أنا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حتة استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الأمان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار أنا كنت عايزة أمشي وأنت اللي قعدتني. فاكر كم مرة أنا كنت عايزة أرجع الشركة دي لولاد مراد وأنت تقولي لأ، الشركة دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق، انا كده تمام، انا داليا نور، شركه وفلوس كل ده بتاعي وانا راضيه. حلو كده، بس في حاجه مهمه قوي لسه ناقصاني، يمكن دي اهم حاجه، إني أرجع ابني. أنت استحالة تتخيلي أنا عملت إيه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافية. أنا مش عايزة أضحك عليك، ده أنا أول مرة أحس إن أنا عارفة أخد قرار، ده بدل ما تفرح لي أنت زعلان. أنا مش عايزة أكذب على حد ولا عايزة أكذب عليك، بس أنت كل حاجة في حياتك كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش أي وجود، إحنا اللي عملناها، ألفناها زي أي حدوتة، ليها بداية وليها نهاية. أنت فكرتني بحد مرة قال لي زمان الدنيا دي مليانة حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن، وانا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس انا مختار دلوقتي داليا نور،
دلوقتي ممكن يبقى عندي حكاية حلوة. أنا عايزة أفضل داليا. مينفعش تفضلي داليا، أنت عسلية، هي دي الحقيقة. أنا يمكن أكون وسخ، بس أنا مش كذاب، وعشان كده لازم أقول لك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك، وأنا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وأنا اللي بعدته عنك. أنا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل إن لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد إيه أنا بحبك. حب إيه يا مختار؟ أيوه أنا كان لازم أعمل كده، كان لازم الحق يرجع لأصحابي. وأنا عملت لك إيه؟ أذيتك في إيه يا مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي أنا مش عايزاها، وأنت اللي كنت بتقولي لأ. أنت فاكرة هيفرق معايا الكلام ده؟ ده أنا جاي عليا أيام كنت بنام في الشارع، أنت فاكر كده إنك بتنتقم مني؟ أنا أكتر حاجة وجعاني إن أنا صدقتك. مختار ما تسيبنيش، أنت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، وسخ، انت كل حاجة وسخة في الدنيا.